هذه الفقاعة ستنتهي، ونحن نقول لهم انتهوا قبل أن تنهوا. المرحلة الجاية قتال، وما يدريك لعل الله يشرح لنا جف. العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها حرب. إذا أسقطنا مشروع نجا العراق، وإذا ما أسقطنا العراق نفل في الحرب في الدائرة الحمراء كل مدى. يصير بالعراق سبب المالكي، ماذا يحظ الشعب غير المالكي؟ يا ابن محابس والسبع راح ارجع لفصيتك، يا ابن محابس والسبع راح ارجع لفصيتك. المالكي بعد كلينس هواي عليه، كلينس هذا كلينس هواي عليه. ملوك مرعوب وخايف، ملوك مرعوب وخايف، ملوك مرعوب وخايف.